هي صرخة صريحة من مواطنين عدة اعتصموا أمام مبنى ديوان المحاسبة ليطالبوا رئيسه ببدء المحاكمة تجاه عدد من الموظفين في وزارة الثقافة بعد أن قررت النيابة العامة الادعاء عليهم بعد تحقيقات في قضايا فساد رافقت مشروع بيروت عاصمة عالمية للكتاب. الام تي في كانت قد عرضت تقريرا خاصا وتتابعه عن هذا الموضوع إثر قيام المنسقة العامة للبرنامج بإصدار كتاب تحت عنوان الفساد في المديرية العامة للثقافة، ووثقت فيه كيف حاول مسؤولون مدعومون سياسيا في المديرية العامة للثقافة أن يختلسوا أموالا عمومية لصالحهم، وهي خطوة فريدة وجريئة في لبنان تأتي عن طريق موظفة تملك الوثائق والأدلة. المعتصمون رفعوا شعارات معلنين أنهم رغم صدور قرار الادعاء عن النيابة العامة لم يتم إحالة الملف حتى الآن إلى محكمة ديوان المحاسبة، إذ يبدو بحسب المعتصمين أن هناك سياسيين نافذين يضغطون لمنع القضاء من القيام بمهمته. نحن أولا مجموعة من الشباب والصبايا اللي تعبت أنه تشوف أموال العالم عم تنسرق قدامها، وفي ناس عم بتعبي جيوبها على حساب الدولة والمال العام. عرفنا يعني أنه والله فساد وما حدا بيتحرك، فتجمعنا نحن أنونيين محامين ناس من المسرح فنانين مصورين، قلنا يا عمي خلونا نشتغل ونتحرك. اتقاطعنا حول قضية هو الفساد اللي صار ببرنامج بيروت عاصمة عالمية بالكتاب. لقينا انه تحول هذا الملف للنيابة العامة، والنيابة العامة مشكورة عملت تحقيقة وتوصلت انه تدعي على 3 اشخاص. يعني قالت النيابة العامة انه في 3 اشخاص موظفين بوزارة الثقافة تبين انه ارتكبوا مخالفات، وطلبت محاكمتهم وطلبت التوسع بالتحقيق لانه يبدو في كتير مخالفات بالموضوع. على سبيل المثال تخيل انه عملوا غنية بالحفل الختامي تبع بيروت عاصمة عملية للكتاب، سمعت 5 دقائق كلفت 22,000 دولار، 1,500 دولار للسطر الواحد. في حال ما بلش ديوان المحاسبة نحن ما نعمل محاكمة هون. إلى متى ستبقى استقلالية القضاء حبرا على ورق؟ سؤال طرحه المعتصمون الذين جسدوا آلهة العدالة بسيفها وميزان عدلها الذي لا يعدل لأنها تغمض أو تغمض عيونها كي لا ترى الحقيقة.